بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله تشرف أخباركم، يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. المحاضرة السابقة إحنا أخذنا الأطوار الأربعة وأخذنا الفعالية والواجبات الخاصة بها، إن شاء الله اليوم نحاول إنه ناخذ موضوع ويتبقى لنا موضوع واحد فقط ونختم به المادة ونكون على المحاضرة اللي بعدها إن شاء الله. المحاضرة اليوم إحنا وصلنا إلى هذا الموضوع، وراح يكون هذا الموضوع من المواضيع اللاحقة اللي هي DES. أداة تعبان وياي لغاية الفصل الرابع، هذا كله ترك لغاية الفصل الرابع Chapter 4 اللي هو Public Key Cryptography أو Asymmetric. إحنا هنا عندنا بالبلوك سايفر، إحنا عندنا كان أكو ستريم وعندنا البلوك. بالبلوك سايفر إحنا أخذنا ايضا اكو عندنا السيمتريك والاسيمتريك. السيمتريك اللي هو احد انواع الدي اي اس اللي هو يستخدم نفس الكي للتشفير وفق التشفير، لكن يستخدم للبلوك. هنا بالانواع الاثنين اللي راح ناخذهم اخر شيء اللي هما الديفي هيلمان والار اس اي، تستخدم تو كيز اللي هو البابليك كي والبرايفت كي. طبعا احنا تعرف بالنسبة للبابليك كي والبرايفت كي احنا سابقا مطلعين عليها من شابتر 1، لكن بالإعادة انه عندنا البابليك كي which may be known by anybody and can be used to encrypt messages and verify signatures. يعني هنا اي شخص يمكن ان يطلع عليه بدون ما انه نخشى من انه يعرفون الكي. إن بس الـ private key هو known only to the receiver used to decrypt messages and create signatures، اللي هو من خلاله نقدر نعرف هوية المرسل أو المستقبل من خلال هذا الـ private key. فبالإمكان إنه تكون هذا التعريف كمقارنة وإلى آخره من التفاصيل الخاصة بالـ public والـ private key. تستخدم دائماً بالنصوص وإلى آخره. هنا عندنا Public Key بالنسبة للكريبتوغرافي كاركترستيك، هذا ما أحتاجه، فهذا أيضاً راح يكون ترك. Public Key Application ما أحتاجه ترك. Security Public Key ما أحتاجه. هنا جداً مهم انه نعرف شنو الفرق بين السيمتريك والاسيمتريك كي اللي يستخدم بالطرق الخاصه بالبلوك سايفر. هنا عندنا الكونفنشوال او اللي احنا نسميه سيمتريك، ذا سيم الجوريثم وذ ذا سيم كي، يعني نفس الخوارزميه تستخدم نفس الكي. It used for encrypt and decrypt. Encryption and decryption. هنا عندنا same algorithm with a pair of keys, one for encryption and one for decryption. يعني هنا نستخدم مفتاحين، واحد للتشفير وواحد لفك التشفير. The sender and receiver must share the algorithm and the key. يعني لازم انه تكون الخوارزمية معروفة من قبل المستخدم والمستقبل، والمفتاح ايضا يكون معروف من قبلهم اثنيناتهم. The sender and receiver must share the algorithm، يكون بيناتهم مشاركة بالخوارزمية، لكن بالامكان انه one of the match pair of keys، ويكون عنده فقط واحد من المفاتيح وهو راح يستخلص المفتاح الاخر، راح نشوف شلون ان شاء الله. The key must be kept secret، يعني المفتاح لازم يكون لأنه راح يكون هذا المفتاح هو واحد فقط للطرفين، إذا لازم يكون بسرية تامة. One of the two keys must be kept secret، يعني واحد من المفاتيح الاثنين مفروض إنه يكون إنه واحد من المفتاحين مفروض إنه يكون private أو خاص، أو إنه يكون آمن أو ما يطلع عليه أحد. Knowledge of the algorithm and sample of ciphertext must be insufficient to determine the key. هنا عندنا إذا نعرف الخوارزمية أو جزء من الciphertext
المفروض انه يكون غير مفيد لتحديد المفتاح. Knowledge of the algorithm and one of the keys and samples of ciphertext must be insufficient to determine other key. يعني انه لازم هنا يكون اذا نعرف واحد من المفاتيح والسيفرتكس انه المفروض ما يقدر يحدد شنو نوع او ما هو المفتاح المشفر به. اكزامبل على هذا اللي هو دي اس والاي اس، وهنا اكزامبل اللي هو الديفي هيلمان او النوع الاخر اللي هو الار اس اي. فهذول الطريقتين هم راح يكونون ختام مادتنا لهذه السنه. اول طريقة اللي هي ديفي هيلمان، تسميتها طبعا اجتي من شخصين، هو واحد اسمه ديفي والاخر اسمه هيلمان. صممه خوارزمية سنة 76 استخدمت في المخابرات البريطانية، وكانت تستخدم مفاتيح اللي هي البرايفت والبابليك. وراح نشوف انه شلون طريقة استخلاص الكي، يعني هنا هذه الطريقة والأمثلة الخاصة بها هي طريقة استخلاص الكي، وعلى أثرها أنه نقدر نطبق عليها تشفير البلوكس. نجي هسه هنا عندنا أليس أند بوب، هذول طرفين سيندر ورسيفر، بيناتهم المفروض يكون عندي أكو قيمتين. القيمة الأولى اللي هي راح تكون برايم، يعني هذول القيمتين لازم يكونون برايم. شنو هو البرايم؟ انتم تعرفون بالرياضيات الاعداد الاوليه، لازم يكونون الاثنين ذولا عددين اوليين. هذا البي الاول اللي هو برايم، وهذا الجي اللي هو الجنريتر. شنو هذول؟ شو وقت راح استخدمهم؟ نيجي هسه هنا اذا كان حتى شوي نبتعد من هذا اللي هو سوى الحكي، نجي نطبقها قبل على المثال حتى نختصر بالوقت. أليس وبوب انه اتفقوا على انه يكون عندي البابليك كي مالتهم او البرايم اللي هو 23، والجي اللي هو الجنريتر هو 5. اوكي، هذا يكون معلن، ماكو بي مشكلة، هذا بابليك. اوكي، لكن هذا البابليك هنا اذا تلاحظون لازم يكون الجي اصغر من البي، لازم يكون الجي اصغر من البي. زين، هاي واحدة. اثنين، هنا أليس chooses يختار اي رقم، اي رقم، والمفروض هم من هذول الارقام اللي راح يختاروها أليس وبوب يختارون رقم اصغر من هذا البي. زين، احنا هذول شنو هذول وشنو هذول؟ هذول البابليك، وهذول اللي اختاروهم أليس وبوب هم حتى نقدر نستخلص من عندهم البرايفت كي. فيختارون اي عددين اوليين يكونون اصغر من البي، هم باختيارهم، ويطبقون عليها المعادلة. شنو هي المعادلة؟ اذا تلاحظ انه هنا عندي اكو اي سمول واي كابيتال، هذا الاي سمول هو الرقم اللي راح يختاره أليس، وهذا البي الرقم اللي راح يختاره بوب. هاي راح نمشي خطوة، يعني اثنيناتهم مسويه لانه اثنيناتهم نفس التطبيق. فاذا هنا الاي كابيتال حتى احصل على الرقم الاول اللي من عنده استخلص المفتاح التشفير او البرايفت كي، فهنا هذا الاي اللي هو الخاص بأليس شو يساوي؟ الجنريتر، اثنيناتهم جنريتر، بس بما انه هنا الجنريتر انا دا اتعامل ويا أليس، فاذا لازم يكون الاي سمول. اوكي، وهنا ما دام تتعامل ويا بوب لازم يكون البي سمول، يعني الرقم اللي اختاره بوب. اوكي، اثنيناتهم مود البرايم، اثنيناتهم مود البرايم، يعني هسه استخدمت هذا وهذا، واحد خليته مود وواحد خليته جنريتر اللي هو اس، والاساس اللي هو الارقام اللي مختارها أليس وبوب. هسه هنا من اجي اطبق 5 جنريتر اس 6 اللي هي باختيار أليس، مودس 23 يطلع لي 8، وهنا أنا ايضا راح يطلع لي رقم. زين، هسه هاي الارقام شنو؟ هذا راح يرسل من أليس، راح يرسل البوب، وبوب راح يرسل له هذا الرقم. طبعا اذا اكو كان اكو هاكر فهو راح يشوف هذول الارقام بس ما راح يعرف يطبقهم. ليش؟ لانه على اثر هذول اكو معادله ثانيه راح تدخل اللي هي
من عنده راح يستخلصون البرايفت كي. هسه انا هذا تحضير البرايفت كي، من دزيت الرقم هذا هو هذا اللي راح يستخلص لي، بس بمعادلة تكون فقط عند الطرف الاخر. يعني اذا ألس دز هذا الرقم فبالمعادلة تطبقها تطلع للمعادلة مال بوب. اوكي بالنسبة لبوب، فهنا عندنا ألس اجى هسه عند الرقم مال بوب هذا، وبوب اجى للرقم مال ألس. اوكي اللي هو هنا بي والاي راح يكونون اس المن للارقام اللي هم مختاريها اصلا. يعني هسه هنا بي الرقم اللي هو 19، اس الرقم الاول اللي هو مختاره نفسه هنا نفس الحكي اللي صار، بس هنا مكان الجي راح اخلي بي واي. مود البي يصير 19 اس 6 الرقم اللي دز لي اياه بوب، اس الرقم اللي انا اختاريته كاليس مود 23 يطلع لي 2. هنا الرقم اللي انطاني اياه أليس مود البي اللي اختاره بوب مود البرايم ينطيني ايضا 2. وطبعا اذا هنا احنا اختاريناهم هو بس مجرد انه بيسوي يطبق اس مرة، مثلا اذا اقول انه 2 اس 3 دا اقول 3 اس 2، فالناتج هو راح يطلعون اثنيناتهم مطابقين. لازم انه يطلعون اثنيناتهم مطابقين حتى اقدر امثله كبرايفت كي يدخل على الخوارزمية ويبدي اشفر بي. اتمنى انه تكون واضحة الفكرة شلون صارت، وانا حاضر لاي سؤال، واريد من عندكم ان شاء الله يكون على المحاضرة القادمة تحلوا لي هذا الهومورك انه أليس وبوب اتفقوا على البرايم هذا، لكن هنا انا شو منطي هم اصلا شنو اللي اختاروه كاي وبي، منطق شنو الاختيار مالتهم، فقط تطبق للمعادلة حتى تستخرج لي هذول طلع لي البرايفت كي. اوكي هذول تنطيني البرايفت كي. طبعا هنا تطبق هذه المعادلة بالبداية خاصة بالارقام اللي هم مختاريها، يعني هنا بمكان ما انه انا مستخدم الخمسة اس ستة فراح اصير هنا خمسة اس 34 مثلا، يعني هنا عندي ثلاثة حصير ثلاثة أوس 34 مود 9967، وأبدأ أطبق باقي المعادلات. أتمنى تكون واضحة إن شاء الله، وأنا حاضر لأي سؤال. شكرا لكم.